عاوزه ايه؟ عاوزه تجوى. صباح الخير. اهو صباح وخلاص، تجوى جبنا لها حد تاني. ليه؟ مزاجي انا، حره انا، ست اهو اعمل اللي انا عاوزاه. ماشي براحتكم. استني وما تجيش هنا تاني. حاضر. روح يا بنتي، ربنا يسهل لك بجوز تاني بعيد عننا. لا عاوزه جوز ولا غيره. سلام عليكم. يا بنت لما انت مؤدبه كده هتركبي عربيات الرجاله ليه؟ عيب يا مرت عم. انت خليتي فيها مرت عم عاد. قال مرت عم قال غوري. شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن معاملة الولد لأبوه وأمه، اختار أصغر كلمة في الدنيا. ولا تقل لهما أف. أف حرفين، حرفين بس. لكن تلاقي العيل النهاردة يعمل نفسه مش سامع أبوه، يعمل نفسه مش شايفه، وحتى يدخل البيت ما يقولش سلام عليكم. ليه يا ولدي كده؟ ده انت لو قعدت عمرك كله تقول لهم طيب ونعم مش هتوفي ليله واحده سهروا معاك فيه. ابوك وامك هما سيادك وتاج راسك، صالحهم، بوس راسهم يا ولدي. اللهم حنن قلوبنا. امين. واستر عوراتنا. آمين. وارزقنا طاعة الوالدين. آمين. وارزقنا طاعة الوالدين. آمين. وارزقنا طاعة الوالدين. آمين. وأقم الصلاة. وولادي مهما عصوني برضو أولادي، ستري وغطايا وحزني وكسوة عيادي. وكل بكرة أقول بكرة القلوب تصفى، تسود بزيادة كل ما أحب وأدادي. ما تزعلش مننا يا ابوي. انا مش زعلان. حقك علينا يا ابوي. مفيش حاجه. يبقى خلاص ترجع البيت يا ابوي. انا متونس هنا شويه، بعدين هبقى ارجع. مش هيعولك الغدا؟ لا، مرت مناع قايمه بالواجب، لما عاوز واكلكم هقول. امي شيعت وجابت واحده لتقوى غير فرحه، وكل حاجه بقت تمام. ايه الغلبانة اتخرشة متخارص. ايه اللي حصل؟ ما تسكت يا مناع. اتكلم يا مناع. اتشبطوا معاها فوق ولزوها. سيبنا في حالنا يا حاج، كفايه اللي جرى لنا. سلامة فرحة. سلامة فرحة في بعدها عنكم. اتفضل يا حاج. سلامتك يا فرحة. الله يسلمك. ليك يا حاج يا ست زينب تقولي اللي انت عايزاه. يا ابوي احنا مش كادكم. انتوا فوق راسنا. اعملي قهوة يما للحاج. قهوة ولا شربات؟ ها؟ لا، قهوة. قهوة ليه يا بنت زينب؟ ده أنا كان المنى عندي أسمع كلمة شربات حتى قبل أنت ما تيجي على وش الدنيا. راجل زي ده تقولي له لا؟ اللي في راسك يا بنت زينب. زعلت من ايه؟ عشان القهوة. وازعل ليه؟ انت حرة والحاجات دي ما فيهاش جبر. كنت عاوز شربات ليه؟ خلاص بقى، ما انت قلبتي الفرحة عزا،
فرحت ايه يا حاج؟ فرحت ايه؟ كنت حاسس ان انت فرحت وجاي عشان نفرح بسرعة، بس الظاهر ان انا اتسرعت. انا مش كد الفرحة دي يا حاج، انت مش راجل بس، انت بلد ووراك ناس كتير محدش فيهم هيرضى. وانت مالك؟ يرضى اللي يرضى واللي ما يرضاش يعد الارض. انا ما حدش لي حاجه عندي ابدا. بس انا لي وليا كتير، ليا انك تبقى مبسوط ومرتاح، ومحدش في الدنيا دي كلها يبص لك بصه او يلمح بكلمه تضايقك او يخليك تسرح دقيقه واحده وانت زعلان. انا اعرف حاجه واحده بس، اللي عاوز حد من قلبه صح ما يقولهوش لا. القهوة يا حاج، اتفضل. بردك فرحة، الوجع كانت شديدة عليه. فرحة ما توجعش أبدا يا زينة، اللي عنده راس زي راسها ما يوجعش. والنبي ما تزعل مني يا حاج. عليه الصلاة والسلام. أزعل ليه؟ أنت قلت اللي عندك وأنا احترمته. تسلم إيدك يا زينة وسلامتك يا فرحة. بصراحة اللي عملتيه معاي ومع مهران وتقوى ما يتنسيش. دخلت الفرحة في قلوب الحزانة. هبقى اسأل عني برضه. بدري يا حاج. دايما عامل يا أم فرحة. مع السلامة يا حاج. مع السلامة يا فرحة. ايه اللي انت عملتيه ده؟ احمد. نعم. طلقني. ربنا يهديكي. طلقني اقول لك. عمرك ما طلبتيها. 10 سنين مستنيها راجلي الغالي. لما رجع طلع مش راجل، يبقى تطلقني. راجل غصب عن اللي خلفوكي. وهطلقك لما عاوز انا اطلقك. هتطلقني ورجلك فوق رقبتك. استفدت ايه من جوازتي منك؟ غير قلة القيمة. احفظي أدبك. قلة قيمة ايه؟ لو انت راجل صح كنت وقفت قدام اخوك وخدت حقك، لكن انت اخته مش اخوه، والحريم يتراضوا بأي حاجة. احفظي. كان لازم اعرف من زمان انك مش راجل. طلقني. هطلقك وهربيك على كل حرف. طلقني لو راجل. صغرتي نفسك يا محمد. عيالك معاهم حق. عيالي؟ مين عيالي دول؟ اللي يكفوا قبالك. خايف منهم ولا من نفسك؟ البت قالت لك لا، هي حرة. ما انت برضو كبير عليها يا محمد، وهي عايزة تعيش شباب. بس عينيها كانت بصالك بصة حلوة. لسه هتقول عينيها وشغل العيال الصغيرة؟ هتضيع زي اخوك مضاع. لم روحك واحفظ سنك وادبك وكيانك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيت في وقتك.
البني آدم الوحيد اللي تمنيت أشوفه دلوك هو أنت. إزيك يا محمد؟ تعبان يا أحمد. مش كدي مناع. مناع. نعم يا حاج. اعمل لنا اتنين قهوة من البني بتاعي وهاتهم جوا. حاضر يا حاج. بص يا باسم يا حبيبي. نعم. طول ما باب الورشة مقفول لا تخش ولا حتى تفتح الباب. حاضر. هو مين جوه؟ ملناش دعوة، المهم الزبون يجي يستلم عربيته. ها بابا جاي النهارده؟ ما دام امك توحيد قالت لك جاي يبقى جاي. بص يا باسم يا حبيبي، انا عايزك تخلص الوكل ده كله. البيض يخلي شنبك يخضر والطماطم تخليك نبيه. حاضر. والله ومليت علينا الدنيا يا باسم. يلا كل. عاوزانا اطلقها. مش معنى لو ما قسمناش يبقى طلقها. طب وبعدين؟ بيني وبينك فرصة، انا زهقت. اوعى يا احمد. اوعى ليه؟ كأني اكلمك عن واحدة كويسة ما انت عارفها. ولو اسألنا انا، ما حدش يتكوى بنار الجواز والطلاق كده؟ مالك، ما انت عايش ملك. ملك؟ ملك من غير عرش. كل عيل من ام، وكل واحد فيهم شايل جوال ابوه وجعته وجعت امه. والدي مندها عمره ما حب والدي كامله ولا والدي لميعه، وكلهم ما حبوش الصغير والدي المرحومه حسنى. وكل واحد فيهم مش ناسي ان ابوه طلق امه. وانت ولا همك. انا بعد اربع حريم قاعد لوحدي بين اربع حيطان ومعايا مين؟ مناع. الله يا احمد لو كنت ارتحت مع واحده منهم ما كنت سبتها. وانا اللي مرتاح. لمي وما تبعترش يا احمد، ولو على التقسيم سهله. انا مش عايزها. خليها واتقي شرها. شر قديم عارفينه احسن من شر جاي مش عارفينه. هتكسر مجاديفي ليه؟ بنتك لو تقدم لها عريس دلوك وامها متطلقه، انت لو طلقتها هتسيبك في حالك؟ ما انت عارفها نبها ازرق. استحملت اللي فات، استحمل اللي جاي لحد ميته. هات توحيد وتعالى نقعد مع بعض ونتفق. مرتك عاوزه فلوس تاخد اللي عاوزاه وكل حاجه تروق. والله العوج ما في حاجه هتعدله ابدا، وما فيش حد هيتغير. ما فيش حد هيتغير، بس المعوج ما نعوجوش اكتر فيتكسر ويبقى له سن يجرح اوعر من السكين يا احمد. انا هروح لتوحيد ونتفق. وانت مالك؟ ايه اللي تعبك؟ لا، كنت سرحت في سرحة كده وفقت. سرحت في ايه؟ زي ما تقول كنت هوجع ولحقت رجلي في اخر لحظة. توجع فين؟ تيجي نطلع برا اربع حيطان، انا مخنوق. يلا بينا. ناوية عليه يا فرحة؟ ولا حاجة. ناوية على عمري؟ على اجلي؟ عطين فوق راسي؟ ليه يما؟ كي تقولي للراجل لا؟ مش انت اللي قلتي لي ابعدي؟ قلت لك ابعدي عن الفضايح، عن الاذى، عن البهدله. انما الراجل جاي يطلب ايدك في الحلال، تقولي له لا؟ ايوه لا. فرحه بنت زينب المطلقه، اليوم ما يجي لها حد زين ما حيزيدش عن مناع، تقول للحاج محمد ابو دياب لا؟ اتدبيتي؟ يا ريتني اتدبيت، كنت وافقت. وانا اكتر واحده فرحانه في الدنيا، لكن عقلي هو اللي قال لي اقول له لا. يقطع المدارس، ويوم ما دخلتك المدارس اخش اجيب البشكور واكسر بيه راسك. عمري ما هكون سبب مشاكل لراجل زي الراجل ده ابدا. ومين في البلد كلها هيقدر عليكي وانتي مرته؟ 100 نفر مستنيينه يقع، وعمري ما هكون انا الحفره اللي هيقع فيها ابدا. والله ما اعرف ان كنت حبيتها يا احمد ولا العيال كبروها في دماغي. بس انت رحت لها ورفضتني، تخيل. يمكن ما رفضتش، يمكن خافت. لا، انا اللي خطيت خطوه في الغريب. طول عمري على البر ما احبش اشطح.
تحمدها. عمري ما دخلت جوا قلبي وتهزيت. كد الدور ده. والله يا ولد ابوي مفيش بره القلب غير المرار بتاع الدنيا. مرار عارفينه احسن من حلو مش عارفينه احنا. السايق شغالين جوا؟ ايوه واحد منهم طالع دلوقتي. الحق امشينا. شلت عليهم كلهم يا عم. مين ده السايق؟ ده والدي مهندس من مصر. ابوه سافر وسايبه عندنا امانه. عندك انت امانه؟ ده انت تعافر البلد. انت هتمشي ولا خلي مبروكه تعمل لك شاي؟ لا يا ابوي الله الغني عنك وعن مبروكة وعن شايك وعن شايها. أنا حساعدك العربية النقلة الحمراء بكرة. ماشي هاتها. يلا أدخل أبص عليهم دقيقة. إنس ولا جن؟ باسم. باسم بابا هو الحاج احمد يعرف ابوه؟ نعم. وماله؟ اهلا يا حاج احمد. انت تعرف ابو باسم؟ ايوه كان جارنا في مصر. وماله يا ولد عمي؟ اللي اتغرب يقول اللي يقوله. خليهم اتنين شايه مبروكه، واحد ليا واحد للحاج احمد. الحاج السلام عليكم. ممكن ادخل؟ هتستأذن في بيتك يا حاج؟ الادب حلو والبيت له حرمه، وانتوا ما شاء الله كذا حرمه. اتفضل يا حاج اتفضل. يا مرحب يا مرحب. تشرب ايه يا عمي؟ لا انا جاي في كلمتين بس. امر يا حاج. جبتوا مين لتقوى؟ بنت مؤدبه وزي الفل. مزيونة بنت ابو غريب. زين زين. تقوى بنت بنتكم وانتوا حرين. مش احسن من ام عين ميتة؟ طب ليه ما مشيتوش فرحة بالادب؟ مشيناها وهي اللي قعدت تزعق وتزق فينا. عاوزة تتلفى البنت بالعافية. رحت زقاها من فوق السلم، ولولا ربنا ستر كانت ماتت فيها. في داهية. ربنا ستر يا حاج. بص يا ندى، بصوا كلكم، البيت دي محدش قاعد فيه غصب عني، وانا سمحت انكم تعيشوا مع عيالكم في بيت واحد لان ده الصح والاحسن. لكن واحده منكم تفتكر ان ده بيت ابوها او عيل من عيالها بناهولها وبنا سلالمه ومن حقها ترمي من فوق السلم اللي ما يعجبهاش، تلم هدومها وتنزل على نفس السلم وترجع على بيت ابوها. البيت ده بيتي انا اللي عصرف وعوكل وعشرب، ولو نويت في يوم اني ما يبقاش في مخلوق هعملها، لا راجل ولا مره. وبدنيا مين وبالراحه، اي حركه تانيه في بيتي ما تعجبنيش هعمل فيه كل ما يخطرش على بال ولا خاطر. مش ترجع البيت يا ابوي؟ بنت الله من غيرك. ما هو رجع خلاص. ما رجعتش لسه، بس انا هنا وهناك وعلى كيفي وبراحتي، مفهوم؟ عاوزكم كلكم هاتوا خيل وشيعوا الكامل وتجوني على المنظره القديمه. حاضر يا ابوي.